فيروس كورونا يؤثر بقوة على أسعار النفط ماذا يحصل؟ I think there, there is a worry, no question. And, but the Middle East has always been a cautious market in terms of, you know, you've seen a lot of fragility, etc. there. And, you know, whilst I think oil prices will drop and probably stay down for a few months, as they did after the SARS virus, I think there's a lot of work gone on in the region. To actually protect it. Uh, if you look looking at, you know, Adnoc, the company I worked with, you know, His Excellency Dr. Sultan has spent the last three, four years building a much more robust downstream business. He has indeed, uh, and, and I know Dr. Sultan full well, and he's one of the hardest working men on the planet as well. Um, but even with his powers of industry, the fact remains that OPEC and its allies have not managed to get prices any higher than these current levels as well. We've seen devastating corruption and lack of output in Venezuela, uh, which should have acted as a bonus for uh, the grouping and its allies as well. There have been other factors as well civil strife in Libya, uh, concern about events in Iraq and Iran, of course, as well. And still, we are trading below $60. About. <laughs> تأثيرا كبيرا من الكورونا على أسعار النفط بالتحديد حتى أنه أحيانا تكون الأسهم نوعا ما مرتفعة الذهب لا يتحرك ولكن أسعار النفط نشاهدها تنخفض عندما يشتد الحديث عن الفيروس أو يصير في انتشار أكثر أو أخبار سلبية تأتي عنه وبالتالي تتأثر أسعار النفط لماذا يحصل ذلك؟ بداية كورونا انطلق من الصين هي اول شيء الصين من هي الصين الصين هي اكبر مشتري نفط في العالم اكبر ثاني اكبر مستهلك نفط في العالم بعد الولايات المتحده وهذا شيء مهم جدا قديش اشترت اشترت 10 مليون برميل 10 ملايين برميل باليوم كمعدل بعام 2019 تحديدا اشترت 10 ملايين و120 الف برميل يوميا خلال كل يوم من 365 يوم من 2019 اذا تدعم الطلب العالمي على النفط هناك مخاوف انه اذا يعني الفيروس صار في تطورات اكثر واكثر بالانتشار ياثر على النشاط الاقتصادي على الحركه الاقتصاديه في الصين وبالتالي على الطلب على النفط وهون فورا الاسعار كمرحله اولى تقرا وتراقب الفيروس كورونا اكثر من الاسهم واكثر من الذهب واكثر ايضا من خليني أقول داو جونز الرئيسي اللي بيعطي صورة عامة وشاملة عن ماذا يحصل في الأسهم. التأثير كان قويا جدا شاهدنا إنه الأسبوع يعني تقريبا نحن قبل الأسبوع الأخير من شهر يناير صار هناك تراجع أسبوعي بسبعة في المئة على النفط وهو يعني أقوى ارتفاع أقوى انخفاض حصل على أسعار النفط منذ عم نتكلم شهر حزيران والتراجع كان سبعة في المئة في أسبوع وبالتالي شاهدتوا التأثير الذي يلي وقت تسجيل الحلقة كان نوعا ما هون عم بدأت التصريحات أنه يعني الصين تفعل كل شيء للسيطرة على الفيروس ولكن سنشاهد ما ستكون التطورات في المرحلة المقبلة ودائما النفط الأنظار على هذا الفيروس طبعا الفيروس كورونا يطغى على كل الاخبار حاليا خصوصا اذا كان هناك مخاطر من الانتشار سنشاهد تاثيره على الاقتصاد العالمي كيف سيؤثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي؟ إلى الآن الخطط أنه يحتوى الفيروس في الصين ليست ذو فعالية كبيرة جدا حسب تصريحات الرئيس الصيني أيضا عم بيكون أنه الفيروس خطير طبعا حادخل الى الاقتصاد يبدا تاثيره على الحركه الاقتصاديه وعلى الاسواق وعلى اسهم الشركات ستتاثر بدايه الشركات عندما ينتشر بشكل كبير لا سمح الله ولكن انه كيف سيتاثر الاقتصاد فيه بتتاثر بدايه الشركات ونشاطها وبالتالي سينعكس ذلك على ارباحها وعائداتها وايضا على حركه السهم هلا تاثير كيف يحصل في الاقتصاد اذا اشتدت الخطوره اكيد انه العالم والسكان حيتجنبوا يصير في وين في تجمعات سكنيه او تجمعات للاشخاص في الاماكن العامه وين ممكن تصير اول شيء إذا بناخذ وسائل النقل اللي هي الكل بيرتدوها مثلا المترو الصبح أو القطارات السريعة القطارات بين المدن، هيدي أكثر شيء في احتكاك يجلسوا بالقطار أو بيوقفوا بينزلوا وبالتالي هن واقفين أيضاً بيكون وقت الزحمة نفس الشيء هون بيكون الخطورة الطيران حركة الطيران على المطارات والكراسي اللي بيكون جالس أيضا بذهب إلى المولات المجمعات التجارية الكبيرة كمان هيدي بتأثر حيبطلوا أيضا يذهبوا إلى السينما حيبطلوا يذهبوا إلى المسرح أيضا حيبطلوا يذهبوا إلى خلينا المطاعم اللي بتكون كل هذه الشركات اللي تملك يعني هذه المؤسسات حتتأثر وإذا اشتدت المخاطر أكثر أيضا ممكن انه يصيروا الموظفين يقللوا من الذهاب الى العمل بصيروا يذهبوا يمكن يغيبوا مرتين بالاسبوع بعدين عم بعوز يذهبوا اطلاقا بفضلوا انه يشتغلوا من البيت وايضا الشركه بس اجراءات ايضا والمصيبه اذا يعني احد من الشركه الموظفين اصيب بهذا يعني فيروس ايضا بسهوله الموظفين الثانيين يعني ممكن انه كمان تزيد الاصابات وبالتالي هون تاتي تدخل انه البزنس بخف والشغل ونشوف قديش حيكون يعني التراجع ممكن يحصل كيف بياثر كمان كيف تقراه الاسواق هل هو خطر حقيقي ممكن انه فقط على مده قصيرة او لا وبالتالي هون بصير في رده الفعل بالنسبه لحركه الاسواق ايضا حياثر بقوه على القطاع اكثر تاثيرا حيكون اوتوماتيكيا اوتوماتيكيا حيكون على قطاع السياحه طبعا السياحه بالنسبه الى العطلات الفنادق بشكل خاص الطيران الرحلات المنظمه وغيرها حيتاثر القطاع السياحي بشكل كبير جدا اذا حصلت هذه الاشياء وبالتالي شركات القياديه في الاسواق بالنسبه الى السياحه كمان حتتاثر بيشبه يعني في شبه من مرض السارس 2002 وقتها توفى بين 2002 و 2003 وقتها توفى 800 شخص بالصين وبتتذكروا يعني أثر بقوة على الأسواق الأسيوية وبالتالي الرحلات كلها بصير في نوع من يعني الغاء معظم الرحلات او خليني اقول اعاده توجيه لي وصير الشخص بفكر مره ومرتين وثلاثه قبل ما يذهب الى الاماكن اللي هي يعني اكثر شيء موجود فيها هذا الفيروس خصوصا انه المدينه يعني الانطلاق كان من اين؟ من اي مدينه انطلق؟ انطلق من مدينه ووهان هي المدينة سكانها 11 مليون طبعا 11 مليون ولا شيء قدام مليار ونص شخص في الصين ولكن 11 مليون ايضا يساوي عدد سكان تونس يساوي عدد سكان دول اخرى اكثر من سكان لبنان بمرتين يعني عم نتكلم نحن ايش 11 مليون بالنسبه الى سكان الصين ولا شيء ولكن بالنسبه الى دول اخرى شاهد انه بحجم سكان بعض الدول ايضا هون ناتجها المحلي ناتجها المحلي عم كان ب200 مليار دولار طبعا 200 مليار نتكلم على 14000 الف كمان الحصه صغيره قديش حيأثر بالمدينه نحن بقى فقط نتكلم عن المدينه وعن الاقليم لانه هي عاصمه ايضا الاقليم هوي. برجع ايضا فيها عدد كبير من الشركات هناك 300 شركه شركات كبرى بينها نيسان وول مارت كمان موجوده بقوه بهذه المدينه خليني اقول كمان تشتهر بعده قطاعات مثلا صناعه الحديد في الصين هي مكان ولاده صناعه الحديد في الصين وهذا شيء عامل مهم جدا ايضا هون مكان رئيسي ايضا للأق... للاقمشه وبالتالي في نشاط اقتصادي، قديش تاثيره على اقتصاد الصين؟ ما احنا عمل دراما قويه جدا، ولكن الاقتصاد كالمدينه مدينه مهمه مع عدد السكان الـ 11 مليون، المهم اول شيء انه هالسواح الصينيين حينتشروا في العالم و120 مليون صيني بيتوجهوا الى كقوة سياحية وأصلا أي شخص يسافر بشهد بسهولة تاما الصينيون وين ما كان قديش عم بيكون في ال... خلينا نقول الإجراءات تكون مهمة بالمطارات الصينية وأيضا المطارات الأخرى تكون هون هيدا المهم ولكن العدد كبير جدا 120 مليون صيني سائح في العالم هيدا رقم كمان كبير ما حنشاهد كيف حتكون الإجراءات واستيعاب هذه هذا الفيروس مجموعة الفانك كانت نجمة آخر عشر سنوات ماذا سيحصل في المستقبل خصوصا أنه في شركات أخرى صاعدة وتلفت النظر مجموعة الفانج مثل ما بتعرفوا فيسبوك أبل أمازون نتفليكس وجوجل هون عم نتكلم بهذه المجموعة الكبيرة جدا حيث القيمة السوقية طبعا أرقام خرافية ارتفعت قيمة المجموعة بشكل كبير جدا إلى حتى أنه عم يصير في مقارنات باقتصاديات دول وبالتالي يعني سجلت 3 تريليون دولار وأكثر وهذه أثرت بقوة على الأرقام وصلت القيمة مش بس فقط 3 تريليون دولار ولفتت الأنظار وصلت إلى 4.3 تريليون دولار أكثر من القيمة السوقية لل... بالنسبة إلى السوق البريطاني وتعادل القيمة السوقية للصين يعني سوق الأسهم الصيني شاهدوا عم هل... نتكلم نحن هالخمس أسهم بقى مع كل أسهم الصين والخمس أسهم مع كل اسهم بريطانيا هي اعلى وتعادل اسهم الصين طبعا تكنولوجيا كقطاع هون عم بيكون عم بشكل 25 او ربع السوق الامريكي وبالتالي الارقام دائما في التكنولوجيا والتكنولوجيا مش انه حديثا وقت اتت نتفليكس وتالقت جوجل في السنوات الاخيره لا من عام التسعينات نحن شهد انه في قوه دافعه على التكنولوجيا خصوصا ما تنسوا فقاعه الانترنت عام 2000 اللي حصلت. طبعا تشكل ربع السوق وماذا يعني ذلك؟ بعيده جدا عن كل القطاعات. طبعا خلال اذا بناخذ الاحداث خلال اخر 100 سنه او اكثر، مش دائما في قطاع معين هو بياخذ الانظار وبيكون الموجين على ان كان نشاط الاقتصاد وغير ذلك. ما بدنا ننسى قطاع سكك الحديد، وايضا النقل من زمان الطيران انه وقتها بعد جديد الطياره وقديش يصير في طلب عليها والسفر وما الى ذلك هول كلهم اخذوا العز والمجد الى ان اتت التكنولوجيا وانتزعت منه هل هلا تاتي شركات جديده وتاخذ الوهج والنجوميه من هذا القطاع طبعا في البعض اضاف الى الفانك اسهم اخرى وسميها فانك بلاتس مثلا اضاف إلون تويتر تسلا واضاف من الصين علي بابا وبايدو وبالتالي انه لازم يكونوا مع بعض هالاربع شركات مع الخمس شركات الاخرى، وزيد فقط بلاس عليهم وما ضروري يطول الاسم، انه يحط كل اسم شركه من اربع شركات اللي حزيد عليهم. طبعا ولكن اي تصحيح لهذه المجموعه ولقطاع التكنولوجيا كبير جدا، هل ممكن انه ترجع الاسعار الى نفس المستوى؟ حتى انه سهم مايكروسوفت طبعا منه ضمن المجموعه ولكن من ابرز اسهم التكنولوجيا وصل لزروته تقريبا عند 60 دولار عند 59 دولار عام 99 وحصل ما حصل وقتها من فقاعه الانترنت الى ان تدهور السهم بشكل كبير جدا وشهدنا انه اخذ 16 عاما ليرجع يعود الى نفس المستويات اللي منا انهار، 16 عاما وهذه مدة طويلة جدا، مثل وقت السوق الامريكي والكساد العظيم، شهدنا انه اخذ كمان 25 عاما ليعود إلى نفس المستويات. طبعا المجموعة يعني الأسهم تعرضت لعدة خضات فيها، مثلا فيسبوك عرفتوا ايش صار بالسهم ورجع تألق السهم من جديد. نتفلكس اللي هو يمكن القيمة السوقية الأقل في المجموعة ولكن لا يرتفع بقدر انه هوني الشركات هون تشتري المستقبل ان كان بالنسبه الى تسلا او كان بالنسبه الى نتفليكس تشتري المستقبل وبالتالي هون مؤسس الشركه او اللي يعني الشركه عندما يشترون المستثمرون عم يشتروا المستثمرون هون المستقبل بالنسبه للشركه على ماذا ستصبح الشركه لذلك حتى انه ما عم تكون عم تسجل كانت ارباح مش مثل هلا سجلت اول ارباح ما كنت عم تسجل ارباح وبالتالي ليش كان في اقبال لانه عم تشتري المستقبل الشركه ماذا سيحصل آه ايضا منشاهد انه آه يعني الاسهم اذا بدي تابع سريعا جوجل لو انه وصل لاستقرار خليني اقول نضج وقوة ولكن الشركة ما زالت تبحث عن الجديد وعلى طول عم الاسهم السهم عندك مين ارتفع بالفترة الأخيرة وشاهدناه كيف انضم أيضا للنادي التريليون مثل ابل مايكروسوفت وبالتالي الشركه الام طبعا الفابت وهون عم نشاهد انه دائما في حتى امازون انه قديمه كمان مايكروسوفت عام 75 عم نتكلم ابل عام 76 يعني شركات قديمه تعتبر هون نتكلم باكثر من 43 سنه 44 سنه مش سهل مش انه شركات حديثه شركات الاخرى التكنولوجيا الحديثه غير انه تسلا عمرها 16 سنه ولكن في شركات الحديثه مثل فيسبوك وسناب وغيرها كمان هذه شركات يعني بعد عندها قيمة سوقية قريبة وقو... جدا من شركات عمرها 50 سنة و 40 سنة. الفانج هناك البنك ايضا مش البنك، البنك وهو يعني بي اي اي ان جي وحنشاهد شو معنى البنك هو هي مناجم الذهب هون عم نتكلم نحن بخمس شركات من الذهب هونيك عم نتكلم خمس شركات تكنولوجيا. هل البنك هو النيو فانج او هل الفانج الجديد هو النيو بنك؟ عم نشاهد انه ما هي الشركات؟ بدايه شركات مناجم في عندك باريك جولد اول بي هي الباريك جولد باريك جولد كندي هو اكبر مجموعه بتدير مناجم ذهب في العالم ودائما اذا بتدخلوا هلا على الموقع الشركه في دراسات بتكون جدا مهمه بتلاقوا فيها معدل يمكن قديش عم بيعملوا انتاج الاونصة في العالم بعده مناجم، قديش معدل التكلفة في بعض المناجم كانت عم تكلفهم 600 700 دولار، في بعض المناجم 1100 وبالتالي بيعملوا هن بالاخير انه انتجنا كذا مليون اونصة بسعر متوسط في هذا العام مثلا 2018 او 2016 بسعر مثلا 700 دولار، وبالتالي بتاخذوا فكرة من اكبر شركة بتدير مناجم في العالم قديش كلفة انتاج ال ذهب او استخراجه ايضا من هون انجلو جولد او اول حرف من الاي كمان شركه كبيره جدا اغنيكو ايجل ماينز وفرانكو نيفادا وجولد فيلدز هن هذه المجموعه اللي بتضمون ايش بنستفيد من هذه الاشياء طبعا في بعض الاشخاص لا يشترون الذهب في بعض المستثمرين يمكن بيقولوا انه خلص موجه الذهب يعني ما قدرت لحق موجه الذهب ممكن بعد يرتفع 10 في 15 ولكن هناك مخاطرة في يعني مقابل وبالتالي العائد مع المخاطرة لا أستطيع أن أتخذ أتخذ قرار أنه أدخل بالذهب يجب أن أستفيد إذا كان هناك موجات صعود جديدة للذهب في مكان ما ما سيكون التأثير يذهب إلى شركات مناجم الذهب وبالتالي لازم أنه سعر الأونصة تعكس على سعر اسهم المناجم في السابق هناك ملاحظه في السابق لم يعكس ارتفاع اسعار الذهب لما وصل 1900 و 1920 لم يعكس بقوه على سعر اسهم المناجم يعني ما ارتفعت بنفس الارتفاعات سجلت ارتفاعات قويه في بعض المناجم سجلت ارتفاعات قويه جدا وهون في المناجم بالسنه عملت 50% في ولكن نحن عم نتكلم بسلعه ارتفعت تقريبا يعني عم نتكلم انه بعشر سنوات بتعمل رالي بيكون قوي من ال 250 دولار عم تكلم لل 1900 هيدي يعني راح خمس مرات ست مرات بعد السهم لازم يروح اكثر واكثر من هذه النسب ما عمل في اسهم ما عملت 100 في المئة حتى ولكن بالسنه الماضيه في اسهم عملت 50 في المئة 60 في المئة من الاسهم الكبيره من المناجم وبالتالي ممكن يقولوا انه الفرص الضائعه اللي ذهبت من شراء الاونصة ممكن يعوضوها بالاسهم وبالتالي هيك عم بتكون نظرتهم اكثر الى اسهم المناجم الذهب. كمان في ملاحظه بالنسبه للسنوات الاخيره اي تصحيح عم بيكون بالسوق كمان هذه الاسهم نوعا ما تهبط بشده عندما يكون في هبوط قوي للمؤشر. في امريكا جولدمان ومورغان طبعا جولدمان جولدمان ساكس مورغان جي بي مورغان مش عم عن مورغان ستانلي وبالتالي عم في نوع من تغيير بنشاط الشركه لجولدمان ليلحق مورغان معروف عن جولدمان ساكس انه هو البنك اللي, اللي عندما يشتري في الاسهم بقوه يعني اشاره من صانع السوق انه السوق يتجه الى الصعود بقوه مثل كانه ترموميتر الى سوق الاسهم وبالتالي لعب هذا الدور خلال الازمه العالميه وايضا في كل المراحل الكبيره والمحطات الكبيره من السوق ولكن مؤخرا بدا هذا المصرف الاستثماري يبحث اكثر عن انه الاعمال التجاريه عن الافراد يذهب اكثر الى انه بده يذهب الى الاقراض ايضا يفتش عن العملاء وأيضا الأشياء التجارية يغير نوعا ما من نشاطه التجاري وبالتالي أنه يلحق بعض الشيء الأكبر المصرف الأكبر جي بي مورك جولدمان يريد أن يتوجه أكثر إلى المستهلك بالتالي هون بده أكثر وأكثر يدخل باللي عم يعملوه البنوك وتتخلى نوعا ما السمعة الكبيرة خصوصا أنه واجه بعض المشاكل الكبيرة جدا مع صندوق السيادة الماليزي وعم بتكلفوا بقوه هذه القضيه ايضا من شهد انه جي بي مورغان لسنوات وسنوات وعنده رئيسه التاريخي وجيمي دايمون وكل يعني ستريت بتعرف من هو جيمي دايمون شو هو جي بي مورغان وتقلب السوق ووزنه في المؤشر واي حركه لجي بي مورغان بيعطي ايضا مؤشرات عن نتائج يمكن كيف حتكون القطاع المصرفي هناك والقطاع المالي والبنكي وبالتالي ليس فقط من انه حجمه اكبر بنك او لا، هو ايضا مؤشر مثل جولدمان ساكس مثل ما قلت كمؤشر لاتجاه السوق كانوا ياخذوه. سنشاهد في المرحله القادمه كيف سيكون اداء او شو هي الخطه القويه جدا اللي سيتجه فيها جولدمان انه يقدر ياخذ حصه بهالسوق من حيث يعني متوجه بقوة نحو المستهلك كيف حتكون الخطة قديش حتكون الحصة لإله وما هي أيضا الاستراتيجية التي سيعمل بها <applause> وارن بافت من الأسهم كون ثروة 90 مليار دولار يتوافق عمر وارن بافت مع سارته 89 عاما و89 وشوي يعني مليار دولار يعني 89 مليار مع 89 سنه كعمر طبعا بافت هو رقم أربعة على من حيث ترتيب اصحاب المليارات ولكن ليس هنا الموضوع الموضوع انه هو يعني البارز انه هو فقط خليني اقول المليارديريه الاخرى يمكن في بس فقط ثلاثه او اربعه بهالثروات الضخمه ولكن هو الوحيد الذي الثروه هي من شركه والشركه هي تريدنج بالاسهم تتداول الاسهم تشتري الاسهم بالمجال الاستثماري احيانا بنلاقي كثير او كل المليارديريه اصحاب مليارات عم بيكونوا اصحاب شركات في السوق وهن السهم او الحصص عندهم في الشركه هي رفعت لهم ملياراتهم هون لا هون بافت هو رئيس شركه عنده حصه في الشركه ولكن الشركه ايضا في الاسهم يعني كل شيء في الاسهم يعني رجل الأسهم بامتياز عم بيكون وارن بافت وهو يعني عم شده فقط بالمركز الرابع كان لازم يكون بسهوله رقم واحد ولكن طبعا اثنين تكنولوجيا بالمركز الاول اللي هن بيل جيتس وجيف بيزوس وايضا رجل الازياء اللي هو برنارد، هو بياتي بالمركز الرابع، المهم بياتي الى طبعا وارن بافت حديث طويل عنه، هو رجل شخص مستثمر فقط ينظر الى قيمة ماذا يشتري، وبالتالي دائما ما ينادي انه اعرف ماذا تشتري، اعرف ماذا تشتري، ودائما بيتكل على مبدأ القيمة، قيمة ماذا سيشتري. محطات طويله جدا له لبورن لا. بافت. خضات والملفت نزل انه دائما عنده مبلغ جاهز بيكون انه يتصيد وبيحسب انه كانه هو بينتظر الايام الصعبه بالنسبه له بقول انه الاوقات الصعبه هي صديقي المفضل خصوصا يكون في اوقات صعبه في السوق الغير بيكون خايف بيكون قلق هو لا بالعكس بيكون انه هذه افضل صديق لإلي هي تاتي هذه الاوقات لكي اصطاد شركات اسيء فهم بطريقه ما بين المستثمرين انه فهم سعره وبالتالي هبط بقوه وياتي الى يتصيد السهم. باختصار تكلمنا عنه كثير ولكن فقط اريد ان اشيد الى هذه المصادفه اللي عم بتصير انه 89 سنه مع 89 مليار دولار.